أثابكم الله. يقول السائل: لي صديق توفي في حادث مرور، فهل يجوز لي أن أعتمر عنه مع العلم أنه ليس من قرابتي؟ طيب، ما دام من إخوانك ومن المسلمين وأنت تحبه صديق لك فاعتمر عنه ولو كان ما هم من أقاربك، من إخوانك المسلمين، ولو كان من إخوانك المسلمين غير الأقارب. نعم.